السلام عليكم يعتبر داء السكري مشكله صحيه عالميه تصيب المجتمعات الانسانيه في جميع مراحل التنميه ويعد في الوقت الحاضر من الامراض الاكثر انتشارا في العالم وهو كذلك مرض مزمن يحدث عندما يعجز جسم الانسان عن تنظيم مستوى السكر في الدم يرجع تاريخ اكتشاف مرض السكري الى 1500 سنه قبل الميلاد وذكر في احد البرديات الفرعونيه والتي اكتشفها عالم البصريات جورج ايبيريس ووصف في البرديه بانه إدرار كثير للبول واقترح الاطباء الفراعنه استخدام حبوب القمح والفاكهه والعسل لعلاجه وفي نفس الوقت تقريبا تم اكتشافه من قبل الاطباء الهنود وهم اول من قام باختبارات سريريه لاكتشاف هذا المرض وقد لاحظوا كذلك ان بول المريض يجذب الدباب والنمل لذلك اطلقوا عليه اسم بول سكري او بول عسلي. مع توالي البحوث في الموضوع هناك من اعتبر هذا الاخير مرض معدي او ارتخاء في عضلات المسالك البوليه وفقدانها قدره التحكم في الماء او كذلك مرض الكلي حيث يعجز هذا الاخير في التحكم في الماء اما اطباء اخرون فقد ربطوه بمحيط عيش الانسان حيث وجدوا ان هذا المرض اكثر انتشارا في المناطق الاكثر سخونه كافريقيا عكس المناطق البارده مثل اوروبا وفي سنه 1683 الطبيب السويسري جوهان كوناغت برون تحدث عن هذا المرض باعتبار اصل الاصابه به هو البنكرياس فقام بتجربه استئصال البنكرياس للكلاب ولاحظ انه في البدايه يعانون من عطش وبول شديدين لكن سرعان ما تختفي هذه الاعراض وتبقى الكلاب حيه وهنا خلص بان البنكرياس ليس بعضو حيوي يعني انه يمكن العيش بدونه في القرن الثامن عشر اكتشف طبيبا انجليزيا بان الماده التي تعطي المذاق الحلو للبول هي السكر واكد الطبيب جون روليو ان دم المريض بالسكر يحتوي كميه كبيره من السكر وهو كذلك اول مره ربط داء السكري بالسمنه وخلص بان اصل الاصابه بهذا المرض هو الجهاز الهضمي حيث عندما ياكل انسان تفاحه او يشرب نبيذ نسبه السكر تكون مرتفعه في بوله وبالتالي فهو مرض مرتبط بالجهاز الهضمي في عام 1835 الايطالي فيليس امبروزياني قام بعزل كريستالات من السكر في دم وبول المريض وخلص الطبيب ابولينير بوشاردات بأن هذه الكريستالات هي عبارة عن غليكوز ويعتبر هذا الطبيب أول من أدخل التمارين الرياضية في علاج هذا المرض وخلص كذلك بأن مشكل السكري يكمن داخل البنكرياس بعدها ظهرت مرحلة الطب التجريبي مع الطبيب الفرنسي كلود بيغناغ الذي ولد بمدينة سان جوليان الفرنسية سنة 1813 وله عدة اكتشافات علمية هامة من بينها فهم دور عصارة البنكرياس في هضم الدهون فهم دور الكبد في إفراز الغليكوز دور أحادي أكسيد الكربون في اختناق الخلايا وغيرها من الإكتشافات وهو كذلك من أسس قواعد المنهج التجريبي في الميدان الطبي خاصة وله ومقوله تقول لماذا تفكر عندما يمكنك التجريب استنفذ التجريب ثم فكر وقد استخلص اب الطب التجريبي كلود بغنا بعد تجربه غسل الكبد بان هذا الاخير مسؤول عن انتاج السكر حيث كل مره يقوم بغسل الكبد ويتركه قليلا ثم يعيد قياس نسبه السكر فيه يجده دائما موجود فعاد التجربه عده مرات ودائما ما كان يحصل على نفس النتائج لياتي بعد ذلك البيجي فيسا والذي حدد البنكرياس لاول مره في مؤلفه دي هوماني كوربيس فابريكا ويقول انه يعتبر مجموعه من الغدد التي تحمي المعده من الصدمات مع القولون في سنه 1800 اكتشف الالماني بول لاينغهامز وجود جزيئات داخل البنكرياس وهي المسؤوله عن افراز العصاره البنكرياسيه وسميت بجزر لاينغهامز نسبه لهذا البيولوجيست الالماني بعدها ب 20 عاما تقريبا وبالضبط سنه 1889 تاكد تجريبيا وجود علاقه بين الاصابه بداء السكري والبنكرياس حيث قام الطبيبان جوزيف فون ميرين وكذلك الطبيب اوسكار مينكوفسكي باستئصال البنكرياس للكلاب مع الحرص على ان يكون استئصال كلي دون ترك اي جزء صغير من هذا الاخير عكس ما قام به الطبيب جوهان كونارد برونر سنه 1883 لاحظ هذا العلمان ان الكلاب أظهر أعراض عطش شديد مع بول كثيف يحتوي على السكر اضافه الى فقدان الكلاب الوزن بسرعه فائقه رغم اخذهم للطعام وسرعان ما تموت وهنا بدات اول خطوه في الطريق الصحيح لاكتشاف داء السكري وخلص الطبيبين بان البنكرياس عضو حيوي لا يمكن العيش بدونه في بداية القرن العشرين مازال داء السكر يحصد أرواح كثيرة خصوصا عند الأطفال الصغار الشيء الذي دفع مجموعة من المختبرات إلى رفع تحدي اكتشاف هذه المادة المفرزة من طرف البنكرياس والتي بدونها نصاب بداء السكري في سنة 1920 وبالضبط أكتوبر 1920 فريدريك جراند بانتين جراح كندي دي 29 سنة طلب من البروفيسور ماكليو أن يجهز له مختبر ومساعد وكلاب كي يستعملها لعزل هذه المادة المفرزة من طرف البنكرياس كما ترونه في هذه الصورة فريدريك بانتين على اليمين وشغل بيست على الشمال وهذا هو الكلب المستعمل في هذه بعدها تمكن فريدريك ومساعده شاغل بمساعده البروفيسور البيوشيمي جيمس بيختخاند كوليب من عزل كمية مهمه من هذه الماده من بنكرياس خنزير فقاموا بتجربتها على كلب مريض بالسكري نتيجه استئصال بنكرياسه فلاحظوا انخفاض نسبه السكر لديه في الدم. في نفس الحقبه البروفيسور الروماني نيكولا بوليسكو بين بان ماده مفرزه من طرف البنكرياس تخفض بسرعه كبيره نسبه السكر في دم كلاب مريضه بالسكري نتيجه استئصال بنكرياسها والتي سميت بالانسولين فيما بعد ونظرا للاعراض الجانبيه لهذه الماده لم يتم تجربتها على الانسان في ديسمبر 1921 قدمت تجارب البروفيسور نيكولا بوليسكو للشركه الامريكيه لفيزيولوجيا حيث سيعتبر هذا الاكتشاف طفره كبيره في تاريخ الطب وقيمت تجربه حقن سته اشخاص من بينهم اربع مصابين بداء السكري وعرفوا انخفاضا في نسبه السكر في دمهم مباشره بعد هذه الحقنه يعتبر الطفل دي 14 سنه ليونارد تومسو الذي كان يزن 30 كيلوغراما وكانت نسبه السكر في دمه تقريبا 5 غرامات في اللتر وقد كان الاطباء قد اعطوه فقط بضعه اسابيع ويموت اول من اخذ اول حقنه من الانسولين وتم انقاذ من السكر النوع الاول في مرحله الكوما بعد هذا الانجاز الكبير في تاريخ داء السكري المختبر الي ليلي في الولايات المتحده الامريكيه كان اول مختبر يقوم بتسويق الانسولين المستخرج من الخنازير والابقار وفي سنه 1955 تمكن البيوكيمياء الانجليزي من استخراج الصيغه الكيميائيه للانسولين ليخلص بوجود اختلاف بين الانسولين البشري والانسولين الحيواني بعدها في سنه 1982 تم استخراج اول انسولين بشري عن طريق الهندسه الوراثيه ثم في سنه 1997 ظهرت في فرنسا انسولينات جديده والتي تم تغيير بنيتها لاجل تغيير سرعه استجابتها كالانسولين السريعه والبطيئه كما هي معروفه عند عامه الناس وما زال البحث في هذا المجال مفتوح حيث تم التوصل الى مضخات الانسولين وكذلك اكتشاف طرق جديده لاخذ الانسولين وما زالت هذه الطرق وكذلك هذه الانجازات قيد التطوير